السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولياء أمور وطلاب الصف السادس الابتدائي المنهج الجديد الترم الثاني. إن شاء الله حبايب الشطار النهاردة هنبدأ في الدرس رقم كام؟ الدرس رقم 2. وركز معاي، الدرس رقم 2 بيتكلم عن نمذجة قسمة كسر اعتيادي على آخر. كسر اعتيادي يا أستاذ يعني بسطة أقل من مين؟ من المقام بتاعه. على كسر اعتيادي آخر يعني بسطة برضو أقل من مين؟ من مقامه. عندنا يا أستاذ ثلاث طرق هنشتغل بهم النهاردة، تمام؟ هدي لك الثلاث طرق. هنستخدم يا أستاذ مقلوب الكسر، الطريقة الثانية يا أستاذ هنستخدم النماذج، الطريقة رقم ثلاثة يا أستاذ هنستخدم خط الأعداد. وتعال نبدأ مع بعض الطريقة رقم واحد. الطريقة رقم واحد يا أستاذ بتقول لي لما تيجي تقسم كسر على كسر تعمل إيه؟ قال لي يا أستاذ هنثبت الكسر الأول اللي هو اسميه 2 على مين؟ على 3، تمام؟ هنثبت الكسر الأول. أي علامة قسمة يا أستاذ تجاب لك حولها لضرب، يبقى دي جابلتني قسمة نحولها لإيه؟ لضرب. آخر حاجة يا أستاذ نقلب الكسور اللي في جاية، يبقى هنقلب الكسر اللي جاي اللي هو 1 ينزل من تحت والخمسة تطلع وين؟ تطلع من فوق، تمام؟ بدل ما 1 على 5 تصبح 5 على مين؟ على 1. دي بتساوي يا أستاذ في حالة الضرب بنضرب البسط في البسط والمقام في المقام، 2 في 5 ب 10 و 3 في 1 بكام؟ ب 3. كده يا أستاذ أنا قسمت الكسور في أقل من ثانية، بس في ملحوظة للناس الشاطرة، إيه هي دي الملحوظة؟ قال لي ما ينفعش الكسر يا أستاذ بسطة يكون أكبر من مقامه، نعمل إيه؟ نشوف العشرة دي فيها كام 3؟ 3 و 3 6، 6 و 3 9، لو ضفت 3 تانية يا أستاذ هتصبح كام؟ هتصبح 12، لأ ما ينفعش يزيد عن العشرة، يبقى فيها كام 3؟ فيها 3 تلاتات الكسر ده، والثلاث تلاتات بكام؟ بتسعة، يبقى اتفضل كام من العشرة؟ خدنا منها 9، اتفضل 1 على نفس المقام اللي هو كام؟ اللي هو 3 في أبسط مين؟ في أبسط صورة، والحتة دي للناس مين؟ للناس الشاطرة. في طريقة تانية يا أستاذ لقسمة كسر على كسر، إيه هي؟ قال لي بكل بساطة يا أستاذ هنعمل شرطة كسر، الطريقة التانية بس أفضل يفضل إن أنت تشتغل بالأولى. الطريقة التانية يا أستاذ كالتالي، نبدأ اللي فوق نضربه في اللي تحت، اللي فوق نضربه في اللي تحت، تمام؟ 2 في 5 ب 10، والمن تحت يا أستاذ نضربه في المن فوق، اللي فوق في اللي تحت واللي تحت في اللي فوق، 3 في 1 ب 3، نفس الناتج الأول، بس ركز زي ما قلت لك الحتة للناس الشاطرة، يعني الناس اللي هي دايماً بتقفل الرياضة، الناس الممتازة العبقرية. الفكرة دي يا أستاذ ما ينفعش البسط يكون أكتر من مقام، لازم نحوله. نشوف العشرة فيها كام 3؟ العشرة فيها 3 تلاتات بتسعة، لو زدت 3 رابع يا أستاذ تصبح 12، لا ما ينفعش تزيد عن العشرة. يبقى فيها كام 3؟ فيها 3 تلاتات، والتلات تلاتات دول بتسعة يا أستاذ، ويزيد كام من العشرة؟ ويزيد 1 على نفس المقام، تمام يا أستاذ؟ يبقى 3 وكام؟ وتوت. نتدرب أكتر يا أستاذ على طريق الأمثلة بحيث إن هي الفكرة هي تثبت معاك. طيب وحدة وحدة يا أستاذ مع بعض، يا رب يكون الصورة واضحة كده. طيب نيجي للتاني يا أستاذ، مثال رقم 2 باستخدام مقلوب الكسر، تعال نقسم الكسور دي. الطريقة بتقول لك ثبت الكسر الأول ما تلعبش فيه، 3 على 7، أي علامة قسمة تجاب لك نحولها لضرب، ونقلب يا أستاذ الكسور اللي جاية، تمام؟ هنقلب دي يعني الاتنين تنزل من تحت والخمسة تطلع منين؟ تطلع من فوق، يعني بدل 2 على 5 تصبح 5 على الكام؟ 5 على الاثنين. يلا مع بعض حبايبي، في حالة الضرب بنعمل ايه؟ بنضرب البسط في البسط والمقام في المقام، 3 في 5 ب 15 على 7 في 2 بكام؟ ب 14. وزي ما قلت لك حبايبي الملحوظة للناس العباقرة، الناس اللي دايما كده بتلاقيها انها تجيب الدرجة النهائية في الرياضيات، الناس اللي دايما اول ما تبص في الامتحان لا دي يا استاذ ما تنفعش في الصوره دي، لازم نخليها في ابسط صوره. ال 15 يا استاذ فيها كام 14؟ فيهاش غير 14 وحده، لان لو حطيت على ال 14 14 كمان تصبح 28، بقيت اكتر من 15 ما ينفعش. يبقى هنقول ال 15 ما فيهاش غير 14 وحده. تمام؟ طيب ال 15 خدنا منها 14 يتفضل 1 من نفس مين؟ من نفس ال 14، يبقى كده في ابسط مين؟ في ابسط صوره. ناخد كمان مثال عشان نتدرب اكتر. الطريقة المباشرة يا أستاذ بتقول لك نعمل شرطة كسر، اللي فوق نضربه في اللي تحت، خلاه 3 في 5 بكام؟ ب 15،
والمن تحت يا أستاذ نضرب وين؟ نضرب في اللي من فوق، 7 × 2 = 14. بقيت يا أستاذ نفس الناتج الأول، بس كده يا أستاذ الناس الشاطرة الملحوظة بتاعت الناس العبقرية دي بتقول لك لا البسط ما ينفعش أكتر من مقام. نشوف ال 15 فيها كام؟ 14، فيها 14 وحدة، كده خدنا منها 14، يتفضل واحد من نفس مين؟ من نفس ال 14. يا رب تكونوا فهمتوا الطريقة، وتعال نتدرب أكتر على مين؟ على الأمثلة. طيب نبدأ يا أستاذ نستكمل الأمثلة مع بعض. وهنا بيقول لك اكسب لي 3 × 5 × 2 × 5. قلنا الكسر الأول مش هنلعب فيه، نثبته زي ما هو، 3 على مين؟ على الخمسة. أي علامة ضرب جسمة جاب لك نحولها لإيه؟ نحولها لضرب ونقلب الكسور اللي جاية، تمام؟ يعني الاتنين نخليها من تحت بدل ما من فوق، والسبعة بدل ما من تحت نطلعها ويا نطلعها فوق. كده يا أستاذ نبدأ في حالة الضرب، بس في حال في اختصارات من فوق مع من تحت؟ لا يا أستاذ. يبقى نضرب 3 × 7 = 21 × 2 × 5 = 10. وكده يا شطار الناس الشاطرة تقول لي لا يا مستر كده مش متظبطة في أبسط صورة، نعمل إيه؟ قال لي بص يا أستاذ نشوف ال 21 فيها كام 10؟ فيها 10 ب 20 ويتفضل واحد، نقول له برافو عليك، فيها كام 10؟ ال 21 فيها 2 ويتفضل واحد من نفس مين؟ من نفس ال 10. كده يا أستاذ في أبسط مين؟ في أبسط صورة. يبقى الناتج 2 و1 على كام؟ على ال 10. كمان مثال بالطريقة المباشرة، هنروح أعمل شرطة، نقول له نضرب من فوق نضربه في من تحت، 3 × 7 = 21، ونضرب من تحت في مين؟ في من فوق، 5 × 2 = 10. كده يا أستاذ مش في أبسط مين؟ مش في أبسط صورة، خليها في أبسط صورة. هنقول للواحد ال 21 فيها كام 10؟ فيها 10 × 20 فيها 2، خدنا 10 × 20 يتفضل كم من 21؟ يتفضل واحد من نفس مين؟ من نفس ال 10. طيب دي عاوز تستخدم الطريقة دي ماشي، الطريقة دي مين؟ ماشي. طيب ناخد كمان مثال، هنثبت الكسر الأول 3 على 4، أي علامة جسم تقابلني نحولها لضرب ونقلب الكسور اللي جاية، 7 بدل ما من تحت تطلع من فوق، والتلاتة بدل ما من فوق تصبح إيه؟ من تحت. بص يا أستاذ لو في من فوق حاجة ينفع نختصرها مع من تحت تمام، يلا التلاتة ينفع، التلاتة فوق والتلاتة تحت ينفع يقبلوا الجسم على الكام؟ هما الاتنين موجودين في جدول التلاتة. يبقى دي لو قسمناها على التلاتة فيها الواحد، ودي لو قسمناها على التلاتة فيها مين؟ فيها الواحد. الناس الشاطرة برضو لا تحب تختصر، ما ينفعش تختصر حاجة من تحت مع حاجة من تحت، أو حاجة من فوق مع حاجة من فوق، يا إما حاجة من فوق مع حاجة إيه؟ من تحت. دي الاختصار، والله التلاتة دي والتلاتة دي موجودين في جدول التلاتة، يبقى هما الاتنين يقبلوا الجسم على التلاتة. يلا 1 × 7 = 7 × 4 × 1 = 4. في واحد يقول لي يا أستاذ كده البسط أكتر من المقام ما ينفعش. نشوف السبعة فيها كم 4؟ لو قلنا 4 × 4 = 8، كده 4 × 8 عدت السبعة، لا يبقى فيها 4 وحدة. السبعة فيها كام؟ فيها 4 وحدة، ويزيدوا كام من السبعة؟ يزيدوا خدنا منها 4 يتفضل 3، 3 على الكام؟ على الأرض. في اللي يشتغل بالطريقة المباشرة يقول لي يا أستاذ هنعمل شرطة كس، المن فوق نضربه في المن تحت، 2 × 3 لا المثال ده ركز غير المثال ده، 2 × 3 = 6، والمن تحت في مين؟ في المن فوق، 3 × 7 = 1 × 21. تمام كده يا أستاذ يكون خلصنا الطريقة رقم 1، وندخل نتدرب أكتر. ونبدأ يا أستاذ في الطريقة رقم 2، هنحل بالطريقة الأولى وبالطريقة النماذج، وانت اختار الطريقة طبعا اللي تريحك. هنبدأ بالطريقة الأولى يا أستاذ، بس قبل ما نبدأ هي نستخدم قلم آخر، تمام غير ده. طيب هنستخدم القلم ده. طيب هنثبت الكسر الأول، هنشتغل الأول بالطريقة الأولى، أي علامة جسم نحولها لضرب، ويا أستاذ نقلب موضع الكسور اللي جاي، يعني الأربعة بدل ما هي من تحت نطلعها من فوق، والواحد بدل ما من فوق النزلة وين؟ النزلة تحت. طيب ركز معاي، لو في اختصار اختصر، يعني ركز معايا هنا، المن فوق هنا 4، الأربعة والاتنين هما الاتنين موجودين في جدول الاتنين، يبقى نقسمهم على الاتنين، على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها الكام؟ فيها الاتنين، والواحد والواحد موجودين في جدول ضرب الواحد، على الواحد في الواحد، على الواحد فيها ايه؟ الواحد. نبدأ نضرب البسط في البسط والمقام في المقام، 2 × 1 = 2 على الواحد في واحد بكام؟ بواحد، 2 × 1 فيها الكام؟ فيها الاتنين. ركز معاي بطريقة المقلوب الكسر طلعت 2، تعال نستخدم النماذج.
ركز معايا في النماذج المهمة هنا يا أستاذ. عاوز نعرف النص ده في كام ربع، عدد الأرباع في النص كام؟ احنا خلاص لو بالبديهي كده انا عارف ان النص فيه ربعين، لو معاك نص جنيه هيكون نقدر نقسم كام ربع؟ ربعين. تعال نتأكد من الكلام ده. والله يا أستاذ هنعمل نموذج شريطي زي اللي قدامك ده، عامل زي المستطيل. هنقسم حسب المقام إلى كام جزء؟ إلى جزئين متساويين، تمام؟ نروح قاسمه إلى جزئين إيه؟ متساويين، تمام يا أستاذ؟ طيب، كلام جميل. أنا عاوز كام جزء من الجزئين دول يا أستاذ؟ مش عاوز غير واحد بس، يعني اللي خصني واحد بس من الاتنين. أهو، واحد بس، لكن ده ما يلزمنيش، لأن أنا بيقول لك أنا عاوز جزء من جزئين، فأنا خدت جزء واحد من جزئين، يعني ده يخصني لكن ده ما يخصنيش. طيب. كلام جميل يا أستاذ. ركز معاي، المقام هنا كام؟ مقام هنا أربعة، يبقى نروح نقسم اللي أنا قسمتهم إلى أربع حتت قد بعض، يعني هنقسم الأول اتنين من الأربعة وبرضو التاني اتنين من الأربعة، يبقى كده أنا حصلت على أربع أجزاء. لو جينا يا أستاذ يبقى قسمت المستطيل كامل على حسب إيه المقام، قسمت الأول اتنين والتاني اتنين، كده كام؟ كده أربع. طيب كلام جميل. طيب ده يا استاذ الاول بيمثل كام؟ بيمثل مربع واحد، من كم؟ من اصل كم مربع واحد؟ اثنين ثلاثة أربعة، من اصل أربعة. طب وده نفس الكلام بيمثل مربع واحد، من اصل كم واحد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. طيب وهكذا الامر ده بيمثل كام؟ بيمثل مربع واحد، من كام؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. وهكذا الامر ده واحد من كام؟ أربعة. انا اللي يعنيني مين يا استاذ؟ والله اللي يعنيني ده من هنا لهنا، دي الصالح بيه بده، يبقى اللي يعنيني ده كام ربع؟ عدد الأرباع هنا كام؟ اتنين، يبقى الناتج هيكون كام؟ اتنين باستخدام النماذج. يركز بالطريقة دي كان طلع كام؟ اتنين. في واحد يقول يا أستاذ أنا ما فهمتش حرف، نتدرب أكتر حبايبي. طيب نبدأ نتدرب أكتر. والله يا أستاذ هنحل بالطريقة الأولى، هنثبت الكسر الأول اتنين على ثلاثة، اي علامه جسم تقابلنا نحولها لضرب، ونقلب يا استاذ الكسر كل الكسور اللي جاي، يعني التسعه من تحت نخليها من فوق، والثلاثه من فوق نخليها من ايه؟ من تحت. في اي حاجه من فوق ينفع نختصرها من اي حاجه من تحت؟ ايوه يا استاذ، يبدو يا استاذ ان التسعه والثلاثه موجودين في جدول الثلاثه، يبقى نقسم دي على الثلاثه ودي على الثلاثه، ثلاثه على الثلاثه فيها الواحد، وثلاثه على الثلاثه فيها ايه؟ فيها تسعه على الثلاثه فيها ايه؟ الثلاثه. ومن الواضح يا استاذ ان الثلاثه دي فوق برضه والثلاثه دي تحت، موجودين هما الاثنين في جدول الثلاثه، نقسم على الثلاثه، على الثلاثه فيها الواحد، على الثلاثه فيها مين؟ الواحد. اتفضل، اثنين في واحد بكام؟ باثنين، على واحد في واحد بكام؟ بواحد، اثنين على الواحد فيها الكام؟ فيها الاثنين. يبقى بطريقه مقلوب الكسر طلعت كام؟ طلعت اثنين. تعال ناخد بالطريقه الثانيه يا استاذ، نجهز مسطرتي. هنعمل مستطيل. المستطيل ده انقسمه الى كام جزء؟ والله يا استاذ انقسمه الى كام؟ الى ثلاثه اجزاء، لان المقام الاول كام؟ ثلاثه. انا عاوز نعرف 2 على 3 دي فيها كام؟ 3 على 9. عدد الثلاثات على 9 في ال 2 على 3 كام؟ طيب هنقسم حسب المقام الى كام جزء؟ الى ثلاث اجزاء متساويه. ادي لك واحد كده 2 كده كام؟ 3. قسمت حسب المقام 1 2 3. طيب كلام جميل. هنا المقام هنا كام؟ المقام هنا تسعة، يبقى لازم الثلاث حتت دول تقسمهم تسعة، إزاي؟ نقسم ده ثلاثة وده ثلاثة وده ثلاثة، يبقى أنا كده قسمتهم كام؟ تسعة. كده يا أستاذ واحد، كده اثنين، كده ثلاثة، قسمت الأول ثلاثة. ركز أنا عاوز كام قبل ما تقسم ثلاثات؟ أنا عاوز جزئين من الثلاثة، يبقى من الأولانيين دول عاوز كام جزء؟ جزئين، يعني ده مش عاوز. طيب. نفس الكلام نقسم الثاني ده ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، نفس الكلام نقسم ده كام؟ ده ثلاثة برضه، واحد اثنين ثلاثة، كده لو عديت اللي جوه دول هتلاقيهم تسعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. طيب ده بيمثل إيه يا أستاذ؟ بيمثل مربع واحد من كام؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، يبقى برضه ده بيمثل واحد من تسعة، وبرضه ده يا استاذ واحد من تسعة، وده واحد من تسعة، وده واحد من تسعة، وده واحد من تسعة. طيب أنا عاوز نعرف الحتة دي الجزء الأول اللي تبعنا في كام واحد على تسعة؟
لا بس ركز، ده هو بيقول لك شوف لي ده 2 على 3 فيها كام؟ 3 على 9، يعني هنعد بالثلاثة وليس بالواحد لأن البسط هنا 3. يبقى أول 3 دول يا أستاذ بمسلول إيه؟ أول حتة، أول حتة ده أول 3 على 9. طيب نيجي للحتة التانية، وبرضو يا أستاذ الحتة التانية أنا بقسم بالثلاثة يمثلوا لي 3 على 9. 3 على 9 كام؟ 3 على 9 في الحتة اللي كنت محددها 2 يا أستاذ، عددهم 2، يبقى الناتج هيكون كام بالنماذج؟ 2 نفس هي إيه؟ نفس الجزئية الأولى. واحد يقول يا أستاذ برضو لسه، وحدة وحدة مع بعض، وحدة وحدة. طيب خش على المثال الثاني، نحل مثال آخر للتدرب برضو. لو جينا هنا نحل بالطريقة الأولى، ثبت الكسر الأول 3 على 4، غير القسمة الضرب وبدل مواضع الكسر الثاني، يعني الواحد بدل ما فوق نخليه تحت، والأربعة بدل ما تحت نطلعها فوق. واحد يسأل يقول في اختصار يا أستاذ فوق مع تحت؟ نقول له في إن شاء الله بإذن الله في. الأربعة والأربعة موجودين في جدول الأربعة، صح ولا لا؟ يبقى هدي نقسمها على الأربعة ودي على الأربعة. أربعة على الأربعة فيها الواحد، وأربعة على الأربعة فيها الواحد. طيب نضرب بسط في بسط ومقام في مقام. ثلاثة في واحد بثلاثة، على واحد في واحد بكام؟ واحد. ثلاثة على الواحد فيها الكام؟ فيها الثلاثة. يبقى بالطريقة العادية طلعت الثلاثة. نيجي بطريقة النماذج. والله يا أستاذ هنقسم، هنعمل شريط ونقسم حسب المقام كام؟ إلى أربعة أجزاء متساوية. هذي لك جزء كده، 2 كده، 3 4. عاوز كام اللي يخصوني من الأربعة دول؟ يخصونيش غير 3، 1 2 3، 3 بس يخصوني وده ما يخصنيش. تمام. طيب دول اللي يخصوني ده ما يخصنيش، ده يا أستاذ كام؟ أنا عاوز نعرف الثلاثة على الأربعة دول فيهم كام ربع؟ الحتة دي الثلاثة على الأربعة دي فيها كام ربع؟ ركز معايا. هنقسم النموذج الكامل اللي قدامي إلى أربعة أجزاء. كم جزء؟ 4، 1 2 3 4، الحمد لله متقسمة وجاهزة. طيب عاوز واحد ده يمثل كام؟ 1 على الأربعة، وده جزء 1 من الأربعة، وده برضه جزء 1 من الأربعة، وده جزء 1 من كام؟ من الأربعة. الحتة اللي أنا عاوزها دي يا أستاذ فيها كام ربع؟ تعال نعدوا الأرباع. هدي لك 1 كده، 2 كده، 3. عدد الأرباع 3، يبقى ناتج القسمة كام؟ 3. في واحد يقول ما فهمتش، خلاص انا على العموم كده لخصت لك الفكره ايه الطريقه الثانيه. ندخل ناخد طريقه ثالثه يا استاذ، دي لو عاوزها يعني. في طريقه ثالثه يا استاذ باستخدام خط الاعداد، ركز معاي. طريقه ثالثه باستخدام خط الاعداد، عاوز نقسم الثلاث ارباع على الربع. لو حللنا بالطريقه الاولى، ثبت 3 على 4، اي علامه قسمه نحولها لضرب ونقلب اللي جاي. الاربعه تحت نخليها فوق، والواحد تحت فوق نخليها تحت. الأربعة والأربعة موجودين في جدول الأربعة، نقسمهم على الأربعة فيها الواحد، على الأربعة فيها الواحد، وثلاثة في واحد بثلاثة، واحد في واحد بواحد، ثلاثة على الواحد فيها الكام؟ فيها الثلاثة. دي طريقة سهلة. تعال باستخدام خط الأعداد. المقام هنا كام يا أستاذ؟ بداية الخط بيكون صفر ونهايته كام؟ واحد، لأن الكسر الاحتيادي محصور بين الصفر والواحد، عشان نركز. أي كسر احتيادي بين الصفر ومين؟ والواحد. مستحيل يساوي صفر ومستحيل يساوي واحد. طيب ادينا عملت بداية الصفر ونهاية الواحد. طب نقسمهم لكم ربع يا أستاذ؟ على حسب المقام. المقام 4 يبقى نقسمهم 4 أجزاء. هدي لك جزء كده، 2 كده، 3 كده، كام؟ 4. على حسب المقام قسمت اللي ما بين الصفر والواحد. طيب نبدأ من الأول. المقام هنا 4، نقول له 1 من 4. طيب الثانية 2 من 4. الثالثة 3 من 4. الرابعة المفروض 4 من 4 اللي هي تدي مين؟ واحد صحيح. تمام. طيب أنا عاوز نعرف الثلاث أرباع دول فيهم كم ربع؟ هدي لك الثلاث أرباع. عاوز نعرف فيهم كم ربع؟ تعال كده، هدي لك كده ربع، كده 2، كده كام؟ كده 3، فيهم 3 أرباع. ودي طريقة برضه يا أستاذ. ناخد مثال كمان عليها الطريقة دي. ركز معاي. لو جينا نحل بالطريقة الأولى، ثبت 2 على 5، القسمة تتحول للضرب ونقلب الكسر اللي جاي، الخمسة تطلع من فوق والواحد تحت. من الواضح إن الخمسة والخمسة موجودين في جدول الخمسة، يبقى هما الاتنين نقسمهم على الخمسة، على الخمسة فيها الواحد، على الخمسة فيها الواحد.
2 في 1 2 على الواحد في 1 بكام؟ 1. 2 على الواحد فيها الكام؟ فيها ال 2. طب تعالى باستخدام خط الاعداد هنبدأ يا أستاذ مع بعض. بسم الله هنقسم، نعمل بداية الصفر نهاية الواحد ونقسم كم ربع وسطيهم؟ 5. هدي لك 1 2 3 4 5. أول وحدة يا أستاذ 1 من 5، تاني وحدة 2 من 5، تالت وحدة 3 من 5، رابع وحدة 4 من 5، وأخيرا 5 على 5 اللي هي تدي كام؟ 1 صحيح. طيب أنا عاوز نعرف الاتنين من الخمسة دول، الاتنين من الخمسة فيهم كم خمس؟ وين الاتنين من الخمسة اللي هي دي؟ عاوز نعرف فيهم كم خمس. تعال نعده، هدي لك 1 2 فيها كم خمس؟ 2. يبقى الناتج باستخدام خط الاعداد كام؟ 2. وبكده يا استاذ يكون خلصنا الدرس الثاني، يا رب تكون فهمته. والناس اللي فهمت ما تنساش تدخل علينا باللايك وتنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان ان شاء الله كل يوم بنزل لك حلقه. انا عماد يسري، السلام عليكم.